صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله همسات رمضانية. يا رب يا واقصده دوما تجد في بابه فرجا واقصده دوما تجد في بابه فرجا والخير في ساحة والخير في ساحه والعفو ممدود هل تسأل الناس هل تسأل الناس هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا وكل شيء إلى الرحمن تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا وكل شيء إلى الرحمن مردود
لا تسأل العبد يا نومان مكرمة، لا تسأل العبد يا نومان مكرمة، من يبتغي الفضل عند العبد مصدود. باب الكريم لمن ناداه منفتح، باب الكريم، باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام، وباب فارجع لمولاك، فارجع لمولاك في عسر وفي يسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. تمام خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. صدق الله العظيم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة القرآن وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الصيام والقيام وكفى بها من نعمة.
الحمد لله الذي وفقنا لختم كتابه وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا ممن يختم كتابه. الحمد لله الذي يسر لنا ختم كتابه. الحمد لله الذي أعاننا على تلاوة كتابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم نورا في أبصارنا وضياء في بصيرتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ويقيم حدوده. اللهم فهمنا القرآن. اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بأخلاق القرآن. اللهم اجعلنا ممن يعمل بالقرآن. اللهم انفعنا علما وعملا بالقرآن. اللهم زدنا علما بالقرآن. اللهم ارفع مكانتنا عندك بالقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك بكل آية من كتابك سعادة وسرورا، ونسألك بكل جزء من أجزاء كتابك جزاء موفورا من عندك. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا من نور القرآن، وفي صدورنا نورا من نور القرآن، وفي عقولنا نورا من نور القرآن. يا رب النور، يا رب النور، يا رب النور. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا ممن يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولأولادنا ولأزواجنا. اللهم اغفر للمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم ضياء ونورا وفسحة وسرورا. اللهم ارحمنا إذا صرنا ما صاروا إليه. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا، وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم ارفع الغمة عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع الغمة عن أمة سيدنا محمد. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي لالتزام طريق التوبة النصوح. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر الليالي من هذا الشهر الفضيل بعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربينا من النار، وذوي أرحامنا أجمعين، ومن له حق علينا، ومن أحبنا فيك، ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. أعتق رقاب المسلمين أجمعين. أعتق رقاب المسلمين أجمعين. يا حنان، يا منان، يا ذا الجود والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش،
ومن قيامه السهر والتعب. اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، ابتهال ودعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم فتقبل دعاءنا، اللهم فتقبل صيامنا، اللهم فتقبل منا صلاتنا. يا حي يا قيوم، لا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعاظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل. حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟ فالقلب غاية
سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.